محافظة الوادي الجديد، هذه المحافظة التي تمثل 44% من مساحة جمهورية مصر العربية، تتعدد بها المقومات السياحية والزراعية والصناعية والتعدينية على أرضها. عقد في محافظة الوادي الجديد المؤتمر الشعبي الأول للتنمية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الشعبي للمشاركة في مشاريع التنمية في مصر. حاضر في هذا المؤتمر الدكتور أحمد حنفي الباحث في التنمية الاقتصادية والزراعية بالصحراء الغربية بجامعة عين شمس، وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات. معنا الدكتور أحمد حنفي الباحث في التنمية الاقتصادية والزراعية بالصحراء الغربية بجامعة عين شمس. دكتور أحمد، بنرحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضراتكم، أهلا وسهلا بأبناء محافظة الوادي الجديد، اللي بشكرهم على يعني مشاركتهم في المؤتمر الأول الشعبي لتنمية محافظة الوادي الجديد، ودي تعد مشاركة شعبية فريدة من نوعها بالتنسيق مع الاتحاد الشعبي للمشاركة في مشاريع التنمية في جمهورية مصر العربية. والمبادرة دي واخدها الاتحاد الشعبي للمشاركة في مشاريع التنمية على أساس إن هو يعمل تغطية وتغطية توعية ويساعد كافة المحافظات اللي موجودة عشان يقدر يعمل تنمية حقيقية على أرض مصر كنوع أو كمبادرة عامة لتبني الثورة التنموية من أبناء مخلصين حقيقيين على أرض جمهورية مصر العربية. ومن ناحية إن دي من ناحية، الناحية الثانية إن الشباب والمجتمع المدني كان مفقود في المشاركة المجتمعية، كان فاقد جزء المشاركة المجتمعية، وكان في جزء مفقود كبير جدا 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 اللي هو الفجوة اللي موجودة ما بين الشعب والسلطتين التنفيذية والتشريعية من ناحية، وما بين الجهات التنفيذية اللي هي العلماء والجهات التنفيذية والسادة الخبراء والعلماء والفنيين والباحثين من ناحية أخرى، وكل يعمل على شاكلته. لا الشعب أو المواطن عارف الحكومة بتعمل إيه ولا بتاخد قراراتها إزاي، ولا الباحث عارف يوصل معلومته للمواطن، ولا المواطن عارف الباحث أو المتخصص في مجال معين بيعمل ايه. فعليه كانت عملنا المناورات دي على اساس ننتشر بيها على مستوى جمهورية مصر العربية، ودي تعتبر مبادرة فريدة من نوعها، وان شاء الله هتبقى مصر احسن من 20 سنة. هذا المؤتمر الشعبي الاول في محافظة الوادي الجديد. دكتور احمد، لماذا خرج المؤتمر الشعبي الاول للتنمية من توصيات؟ طبعا هي التوصيات يعني اشترك فيها العديد من اللجان المختصة أو اللجان المتخصصة بكافة المجالات المتعلقة بالتنمية على أرض محافظة الوادي الجديد. وفي نفس الوقت كل لجنة حاولنا إن احنا نخلي التوصيات، أشرنا إلى إن تكون التوصيات أقرب إلى الواقع، بحيث إن هي ما تحصلش عملية بيها عن طريقها عملية إنقاذ الميزانية القومية، عشان احنا في حالة دلوقتي بنعمل عملية إنقاذ وخلينا أقرب للواقع. دي من ناحية. الناحية الأخرى إن احنا عايزين إيه؟ إن يكون الشعب يساهم في تحقيق هذه التوصيات. فوليكن على سبيل المثال من ضمن هذه التوصيات اللي هو عمل خطة، لابد من رسم خطة إنقاذ، ودي وتبنيها إن شاء الله الاتحاد الشعبي على المدى القصير وعلى المدى البعيد، بحيث ان احنا ندرب قيادات من محافظة الوادي الجديد. ودي كان من ضمن البرنامج بتاع الاتحاد ان احنا نحاول ان احنا في كل محافظة يبقى في 40 متدرب، تمام، يقوم بمهام ان هو يتدرب من كافة المجالات زي التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتنمية الزراعية والتنمية الاجتماعية، ويقوم بمهام الأعمال التنموية على أرض محافظته، حتى يستفيد هو من كافة هذه الدورات التدريبية بالمجان إن شاء الله، ده عن طريق الاتحاد. دي من ناحية. من ناحية تانية إن هو يبدأ ينشر فكر التنمية الحقيقية. بعد كده هنبتدي ناخد إجراءاتنا واحدة واحدة، بحيث إن احنا هنبتدي نشتغل على مشروعات، على خطة إنقاذ، بعد كده مشروعات على المدى القصير، بعد كده على المدى البعيد. ودي كانت لنا رؤية اللي هي رؤية المشروعات القومية العملاقة أو الطرح بالنسبة لي
المقترحات اللي موجوده قدام الدكتور عصام شرف في التوقيت الحالي. احنا قلنا هنخلي هذه، سنضع هذه الصوره على جانب ونعمل على ارض الواقع.